السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل أبي على اليوتيوب والصفحة الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أصدقائي الكرام سنقوم بتقديم حبوب لقاح للنحل عن طريق وضعها في العيون السداسية. الخلية هذه أعطيتها حبوب لقاح من قبل يعني على شكل عجينة، وأردت أن أجرب تقديم حبوب لقاح داخل العيون السداسية. أنا سأختار إطار به عسل وفيه مساحة فارغة لكي يكون العسل مع حبوب لقاح في نفس الإطار. هذا هو الإطار، إطار ها هو، شوفوا فيه جزء هنا فيه العسل أو العسل، وفيه هنا في الوسط يعني فارغة، عيون فارغة. سأقدم حبوب لقاح في العيون السداسية من جهة فقط وليس في الجهتين، سأضع فقط في جهة حتى يهتم بها النحل، لأن الإطار هذا سيكون على حافة الإطارات الأخرى أو في الطرف. نبدأ العمل. هذا هو الإطار، سأقوم برشه بمحلول سكري. أنا نسيت يعني محلول العسل يكون أحسن، لو محلول العسل يعني عسل مع الماء يكون أحسن، فسأقوم بالرش بهذه الطريقة أو بهذا الشكل. المساحة هذه كاملة حبوب اللقاح، هذه هي حبوب اللقاح، هاي حبوب اللقاح. ونبدأ العمل، العمل يكون بهذه الطريقة، العمل هذا يكون بهذه الطريقة. يمكن أن تضع حبوب لقاح مطحونة أو هكذا حبوب لقاح طازجة أو جافة. الآن سأقوم برش الحبوب التي وضعتها. هو بهذا الشكل. فوتوا عليها هكذا. هذه الحبوب هذه وضعتها جافة. تبقى المتابعة، متابعة الخلية حتى نرى ماذا يحدث. ها هو الإطار، هذا هو الإطار. إذن ها هو الإطار، هذا هو إطار حبوب لقاح يوضع هنا. إذن نوضعه بهذا الشكل على الطرف ونغلق على الخلية. إذا نغلق الخلية لأن النحل راه شوية مقلق، شكوك عن حدوث ظاهرة السرقة نوعا ما، سأغلق مباشرة على الخلية. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
هذه حبوب لقاح هاي في المساحة هذه،